فعشان نعمل البطاطا بالبشاميل احنا محتاجين بطاطا مسلوقة ومهروسة او مشوية ومهروسة، محتاجين للبشاميل لبن وزبدة ودقيق وسكر وفانيليا، ممكن تحطوا معاه كريمة وممكن لا طبعا زي ما انتوا عايزين. بعد كده عندنا للنكهات بقى قرفة وجوز الطيب وجوز هند، ودول طبعا اختياري، يعني ممكن احط فانيليا بس، احط قرفة بس، احط كله مع بعضه زي ما انتوا عايزين، مفيش اي مشكلة. عشان نعمل البشاميل هنحتاج معلقة زبدة عليها معلقة دقيق عليها كوباية لبن، هتعايروا على هذا الأساس. طيب هعمل إيه أول حاجة؟ هبتدي أول حاجة في ووك سخنة، هحط معلقة زبدة هحط معاها البطاطا، ندوق البطاطا عشان نشوف هي محتاجة سكر قد إيه. لا محتاجة سكر، هنحط لها السكر اللي محتاجاه حسب ذوقنا اكيد. هقلب الزبده مع البطاطا مع السكر، ابتدي اديها النكهه بقى اللي انا عايزاها ايا كان النكهات. انا هحط قرفه، جوز الطيب، جوز هند، اي حاجه من دول او من غيرهم خالص زي ما انتوا عايزين، وهقلب تقليبه. وبعدين هقوم حاطه البطاطا دي في البايركس او الصينيه اللي انا هخبز فيها، او الطاجن الفخار اللي هخبز فيه البطاطا ايا كان هتستخدمه ايه، هاخدها واحطها في الطبق اللي هخبز فيه. هسويها وبعدين هسيبها بقى هنا كده عشان ابتدي اعمل البشاميل. عشان اعمل البشاميل محتاجة، اتفقنا ان لكل معلقة من الزبدة معلقة من الدقيق، دول معلقتين زبدة يبقى انا محتاجة معلقتين دقيق عليهم، ونقلب. لما اشم تحميصة الدقيق وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص خالص، اجيب اللبن ويكون في درجة حرارة الغرفة وانزل بيه واحدة واحدة، ايد بتقلب وايد بتنزل اللبن. لو حصل اي تكتلات عندكم حطوه في الخلاط هيفك على طول، لو ما فكش كمان تقدروا تنزلوه من مصفى. هقلب اقلب اقلب. بالنسبة للبشاميل انا هنكهه بشوية سكر صغيرين مش كتير، وهنكهه بالفانيليا سايلة او باودر زي ما انتوا عايزين، وهحط له معلقة جوز هند، وبرضو جوز الهند طبعا اختياري، واقلب. طبعا من عيوب الفانيليا السايلة انها بتغير لون البشاميل للون اغمق شوية، فاللي حابب البشاميل يبقى فاتح فاتح يستخدم الفانيليا الباودر. اهو شايفين، بصوا عشان تكونوا مطمئنين من النتيجة، شايفين ريحته حلوة جدا، طعمه حلو قوي قوي، ومتنكه مظبوط قوي قوي. وهكمل عليه من البشاميل اللي احنا مجهزينه اهو. بصوا بقى ده معمول بالفانيليا الباودر، فهتحسوا بالدرجتين كده افتح من الفانيليا السايلة، ودي كمية كفاية قوي بالنسبة لي. الصينية دي ممكن تخش الفريزر زي ما هي كده وتطلع تتفك وتخش الفريزر الفرن أسفة، وممكن تقعد معانا برضو في التلاجة يوم أو يومين لحد ما نعوز إن احنا ندخلها الفرن. هي مفيش أي حاجة هتستوي فيها، احنا يا دوبك عايزين ناخد لون، فممكن تدخلوها في فرن حامي بس تحت الشواية.